قد اخذ الاذن من القاضي الناحيه، تحولنا لمركز تحويل النفايات اللي من الاول رفض باش يقبل علينا ودخلت السلطات الجهويه وقبل علينا المحجوز. مركز تحويل النفايات بعين كميش هذا، وبعد ما تم فراغ المحجوز واتضح انه اللي في وسط الحموله كانت 12 طن، قدر قيمه المحجوز حسب السعر البيع والشراء تو نتاع التونه في السوق ب 36000 دينار.